مساء سعيدا أعزائي المشاهدين، ندعوكم لمتابعة صفحات جريدة هذا المساء. المساء كان سعيدا والأخبار والصحف، أما المذيعة فقد دفعت دفعة تحت الحساب والسعر كان اغتيال حياتها. اغتالوا خمائل محسن ربيع عام 2007، وكلمة الخمائل في اللغة شجر كثيف الأوراق، أما الأوراق التي كتبتها بقلمها الصحفي باتت تصاغ بالدم للعشرات من زملائها، فكان لهم الاغتيال قتلا لرسالة الحق. عشرات الطعنات في جسد المغدورة محسن، والإرهاب التكفيري كان الفاعل. إراقة لدماء الصحفيين والإعلاميين والاغتيال بالمجان دون حسيب أو رقيب. اغتالوا أطوار بهجت كذلك، فانتهى صوت آخر. أطوار بهجت، الجزيرة، من أمام فندق بغداد وسط العاصمة العراقية بغداد. المئات من الصحفيين هربوا خارج العراق، ومثلهم من ترك المهنة أو سلم أمره لرصاصة غدر على يد قاتل لم يتوقف عن مسلسل جرائمه حتى اليوم. أي قضية أحمد عبد الصمد؟ جرائم الاغتيال لرواد مهنة المتاعب يعتبرها مركز حقوقي تنفيذا لقوائم وضعتها ميليشيات تهدف لقتل الكلمة، وتذهب أصابع الاتهام إلى توجيه إيراني لتلك الميليشيات. المركز وثق العام الماضي أكثر من 373 حالة اعتداء على الإعلاميين، وبحسبه فإن العملية تبدأ بالتهديد ثم القتل، وقد يكون التنفيذ والاختطاف بسيارات حكومية كتمويه لإثارة الفوضى. ذهبت خمائل ووجوه الشاشة العراقية منذ زمن، فنسيها العراقيون، والنسيان لكل من رحلوا اغتيالا، لطالما أن المذيعة والمراسلة والمشاهدة جميعهم عاهد الموت والساحة خاوية من العقاب. هذا إن لم يكن رأي المراقب لخطورة المشهد على أنه تدخل إيراني حتى في رسالة الصحفي الذي يكشف ملفات الفساد في بلاده وعلى أرضه. قالوا انا ما عندي غير هم يقولون خاف الله، وانا خاف الله، خاف الله قتلوها. وفي بيوت العزاء تبقى الحسرة وتذهب الكلمة ويضيع المدافع عن حق العراقيه.